النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة بشكل إضافي مقارنة بالأيام الماضية، وسالت أجواء حارة نسبيا خلال ساعات الظهيرة والعصر في عموم مناطق المملكة، شديدة الحرارة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة خلال الأيام القليلة القادمة، ويتوقع أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة في عموم مناطق المملكة. استعرض الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لعموم مناطق المملكة باستعراضنا لخرائط توزيع درجات الحرارة والكتل الهوائية المتوقعة من نهار اليوم الجمعة وخلال بداية الأسبوع القادم بإذن الله، حيث تندفع نحو المملكة كتلة هوائية حارة نسبيا قادمة من شبه الجزيرة العربية، هي التي عملت على الارتفاعات التدريجية في درجة الحرارة. يتوقع أن تتعمق هذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا يوم السبت في عموم منطقة بلاد الشام ومنها المملكة، لتواصل درجات الحرارة أيضا ارتفاعها خاصة خلال ساعات النهار. يوم الأحد المزيد من الارتفاع لدرجات الحرارة، يكون الطقس حار نسبيا فوق الجبال لكن حار إلى شديد الحرارة في المناطق المنخفضة. أيضا ترتفع درجات الحرارة الليلية مقارنة بالليالي الماضية، ليسود طقس معتدل إلى دافئ في أغلب مناطق المملكة، دافئ خاصة في المناطق المنخفضة كالأغوار البحر الميت وأيضا العقبة. يوم الاثنين أيضا تواصل الأجواء الحارة نسبيا إلى الحارة بالتأثير في عموم مناطق المملكة، تكون الأجواء كما ذكرنا شديدة الحرارة تستدعي الانتباه وتوخي الحيطة والحذر في المناطق المنخفضة في منطقة الأغوار البحر الميت والعقبة. هذه المناطق تستدعي لبس قبعات خاصة في فترة الظهيرة والعصر، وهي فترة ذروة الإشعاع الشمسي. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية بشكل عام، ارتفاع على درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية 20 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة ستكون 21 درجة مئوية بسبب ارتفاع في نسبة الرطوبة السطحية، أما الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم السبت 32 درجة مئوية، أما الصغرى 21 درجة مئوية، ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأحد 34 إلى 23، والمزيد من الارتفاع على درجات الحرارة يوم الاثنين 35 إلى 23 درجة مئوية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة. اليوم غد نبدأ بالمنطقة الشمالية، المفرق طقس حار 35 إلى 22، إربد طقس صافي 32 إلى 22، جرش 34 إلى 23، أما عجلون طقس صافي 31 إلى 21 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الوسطى، الزرقاء طقس حار 35 إلى 23، البلقاء 33 إلى 22، عمان 32 إلى 21، مأدبة 33 إلى 22 أيضا، والبحر الميت 38 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 32 إلى 21، نفس الأجواء والحرارة في الطفيلة، معان 34 إلى 23، الشروبك 29 إلى 20، والعقبة طقس حار 41 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، أرويشة 39 إلى 25، الصفاوي 39 إلى 23، والأزرق 39 إلى 24 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.